مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بانوراما تنموية. مشاهدينا الكرام، رؤية تنموية شاملة تسعى خلالها دولة الكويت لإقرار مشاريع ووضع خطط واستراتيجيات تؤهلها لمواكبة التطور في المستقبل القريب. وحددت دولة الكويت 7 أهداف تنموية و17 مشروعا اقتصاديا وبيئيا وتعليميا وبنى تحتية متطورة. تسيير الخطط وفق الجدول الزمني الموضوع بكل سلاسة ويسر. في هذه الحلقة نتناول أبرز ما وصلت إليه هذه المشاريع، فابقوا معنا. خطة التنمية توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام. 7 ركائز نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة. أولاً، إدارة حكومية فاعلة تهدف إلى إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي. ثانياً، اقتصاد متنوع مستدام يهدف إلى تطوير اقتصادي مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط. ثالثاً، بنية تحتية متطورة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين. رابعاً، بيئة معيشية مستدامة تهدف إلى ضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئياً. خامساً، رعاية صحية عالية الجودة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة. سادساً، رأس مال بشري إبداعي يهدف لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرة تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطني. سابعاً، مكانة دولية متميزة تهدف إلى تحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية. مشاهدينا الكرام، بيئة معيشية مستدامة إحدى أهداف دولة الكويت في رؤيتها التنموية، حيث تحرص الحكومة الكويتية على المشاركة الفعالة من أجل تحقيق هذه الأهداف التنموية الكبرى. مشاركة كويتية في افتتاح النسخة الأولى للمنتدى السنوي السعودي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، حيث ستحقق نقلة نوعية في منظومة التغير المناخي بالمنطقة وأيضا نموذجا يحتذى به. المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت مهتمة في موضوع الحفاظ على المناخ، وكانت أيضا داعمة لجهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة في البيئة. وحرصا منها لهذا الملف، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة أعمال النسخة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء في مدينة الرياض، حيث أعلن عن حزمة كبيرة من المبادرات. أشكر المملكة العربية السعودية على دورها الكبير في هذه المبادرة اللي فعلا راح تحقق نقلة نوعية لمنظومة التغير المناخي في هذه المنطقة. الشكر موصول إلى قائد هذه المسيرة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله ورعاه، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان
حفظه الله والشباب السعودي. احنا فخورين ايضا بان هذه المبادرات لها بعد في المنطقه منطقه الخليج، ويعني سعيدين بان تكون هذه المبادره نموذج لنا في الكويت وان نساهم بهذه المبادره. فان شاء الله راح نمد ايدنا مع اخواننا في المملكه العربيه السعوديه لمشاركتهم في هذه المبادره وكل ما اتت منا من مبادرات تتعلق في سواء كانت على مستوى التخضير او في مبادرات تتعلق في استخدام الطاقات الجديده المتجدده الرينيوبلز، وايضا الى استخدام طاقة الهيدروجين اللي هي تعتبر تكنولوجيا حديثة في هذه المنطقة. دولة الكويت كانت لها مبادرة فعالة لهذه القضية بسبب إيمانها التام بهذا الموضوع لما يحققه بالنفع للبلاد ولبرامج التنمية ولكويت جديدة 2035. وتجمع مبادرة السعودية الخضراء بين حماية البيئة وتحويل الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق 3 أهداف: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وزراعة 10 مليار شجرة في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضي المملكة العربية السعودية. وللمزيد حول قمة الشرق الأوسط الأخضر تنضم معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتورة وجدان العقاب رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة. دكتورة وجدان مساء الخير، ما هو التصور لآليات تشكيل أول تحالف بيئي هو الأول من نوعه في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، وكيف سيكون هذا التحالف؟ طبعا في البداية احنا شاكرين لكم تغطية مثل هذا الموضوع الوايد مهم، لان احنا نعتبره يعني تحرك باتجاه عمل بيئي متكامل في المنطقة. طبعا الاجتماعات والمجالس الوزارية في مجلس التعاون تغطي حتما التعاون الخليجي المشترك، وقاعدة التعاون موجودة مبدئيا. اجتماعات والمجالس الوزارية في جامعة الدول العربية تغطي التعاون على المستوى العربي كذلك، لكن قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من المؤكد أنها راح تدفع باتجاه البيئة بصورة مركزة، فهي تجمع قادة بارزين في المنطقة والعالم العربي تحديدا، تعزز التعاون وتوحد جهودهم حتى نتمكن من تنفيذ الالتزامات البيئية اللي مشتركة لدول المنطقة، خاصة مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي. طبعا بكل بساطة التغير المناخي ومشاكله هي مشاكل عابرة للحدود، وهذا شيء احنا لمسناه اثناء ترأسنا لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الأمانة العامة خلال 19 و20، الجفاف وشح المياه في إقليم احنا نعتبر يعني إقليم يقع تحت خط الفقر مائيا، فكان خطر شح المياه هو احد نواتج التغير المناخي على يعني مستوى على يعني مدى بعيد، وكذلك الجفاف وبناء على طبيعه يعني اقليمنا الصحراويه، فهذا كان يشكل الخطر الثامن في سجل مخاطر اقليميه. علشان كذي هذا يعطينا تصور مدى حاجتنا ان يكون عندنا عمل بيئي مشترك في دول مجلس التعاون وكذلك في الوطن العربي. لكن طبعا هذا التحرك العملاق ما يصير إلا باهتمام القادة لتحريك القوى والجهود من خلال توفير الدعم. نعم دكتورة وجدان، من حديثك أن هذه المنطقة يعني تعتبر الأشح في العالم من حيث المياه، هذه المبادرة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الحديث عنها أنها نقلة نوعية في منظومة التغير المناخي بالمنطقة، كيف ستغير هذه المبادرة في المناخ في منطقة الشرق الأوسط؟ طبعا قمة المبادرة هي تمثل أقصى آمالنا بالتعاون الإقليمي الخليجي سواء أو كان العربي، عشان نقدر إحنا نوصل بلدنا إلى بر الأمان البيئي مو أي أمان ثاني. طبعا المبادرة هذه داخلها مبادرات تفصيلية، واحدة منهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، طبعا هذا له أثر على بصمتنا بعد الكربونية في العالم من خلال مشاريع الطاقة المتجددة،
تخفيض غازات الاحتباس الحراري بما يعادل 7 ملايين طن سنويا في المملكة. طبعا هذا إنجاز باهر. احنا في الكويت عندنا ما يسير بنفس الاتجاه بعد في مشروع الشقاية للطاقة المتجددة، مشاريع النقل العام وسكك الحديد، هذا بحد ذاته مشروع خليجي راح يقلل الانبعاثات من عوادم السيارات لأنه يشجع على النقل العام، يشجع على النقل المستدام اللي يقلل أساسا من استخدامنا للسيارات. طبعا في مبادرة بعد اللي هي حماية محيطاتنا وحماية الحياة البرية، اعتمدت المملكة بأنها تبي ترفع نسبة المحميات أو المناطق المحمية في المملكة إلى 30%. طبعا احنا عندنا بالكويت بالمقابل وصلنا إلى 21% تقريبا مع فارق المساحات، لكن هذه لها طبعا أثر كبير على حفظ التنوع الأحيائي. وأما بالنسبة لمبادرة الحد من التصحر من خلال زراعة أكثر من 450 مليون شجرة، راح نشوف أن هذه لها تأثير مباشر على رقم واحد تخفيض نسبة الغازات اللي هي الانبعاثات، لأن النباتات عندها القدرة على طبعا معالجة هذا الموضوع. رقم اثنين راح تثبت لنا التربة فتعالج لي المشكلة اللي هي خاصة في الحد من التصحر في هذا الموضوع. اليوم نقدر نشوف أنه يعني بالمقابل بالكويت مبادرة لي العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مبادرة تخضير الكويت من خلال تعاون جميع القطاعات الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. نعم. هذا الترحيب بأن يكون عندنا بصفة الاستعجال عمل أحزمة خضراء راح تحتاج هذا الكم كذلك من الأشجار والنباتات علشان نقدر نتغلب فيها على التصحر وعلى زحف الرمال. نعم دكتورة وجدان، هذه الخطوات يعني خطوات عملية تحتاج إلى مزيد من الاستثمار في 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 الموضوع البيئي، يعني الحياة البيئية وما إلى ذلك. هل يتوجب على الحكومات في منطقة الخليج والشرق الأوسط أن يكون هناك استثمار في هذه المبادرة، أن يكون هناك روافد أخرى غير يعني استثمار من القطاع الخاص، استثمار من الحكومات، مساهمة من الشعوب نفسها؟ شوف احنا أهم شيء في هذا الموضوع لازم نلاحظ أنه في ارتباط قوي بمبادرة سابقة واللي هي أهداف التنمية المستدامة. هذه القمة راح تكون بمثابة المحرك والدينامو حق التزامات دول المنطقة علشان نقدر نحقق أهداف التنمية المستدامة ل 2030. اليوم احنا نشوف ان العالم كله التف بحيث ان تقريبا 193 دولة في الأمم المتحدة وقعت على المعاهدة هذه اللي هي أهداف التنمية المستدامة في سنة 2015. طبعا الخطة فيها 17 هدف، فيها 169 غاية، لكن احنا الحين ايش كثر باقي على 2030؟ ترى ما باقي شيء. نعم. في البداية راح اذا نبي نتكلم عن الاهداف اللي لها علاقة في البيئة، اوكي، في ضمن اهداف التنمية المستدامة راح نلاقي ان ثلاثة يعني بصفة صريحة هي عمل بيئي. العمل المناخي اللي هو الهدف 13، الهدف 14 اللي هو الحياة تحت الماء، الهدف 15 اللي هو الحياة في البر. هذه ثلاث أهداف مسماها بيئي يعني صريح، لكن راح نلاقي أن الأهداف الثانية لها علاقة مباشرة كذلك بالعمل البيئي. القضاء على الفقر من خلال إيجاد غلة صحيحة، أراضي خصبة للزراعة وما إلى ذلك راح تقضي على الفقر اللي هو الهدف الأول. بالفعل يعني على الجوع. البداية تبدأ من المياه، إذا توفرت المياه والأرض الخصبة فيكون هناك زراعة فيكون هناك إنتاج فتقل نسبة الفقر في منطقة الشرق الأوسط. الدكتورة ما شاء الله عليك أنت. نعم. يبقى هذا التسلسل هو بالضبط الاستثمار، استثمر في ان يكون عندي مياه، استثمر في اجهزه او تقنيات جديده تصلح لي الاراضي فاصبح انا، هذا هو العمل البيئي. نعم بالفعل يقدر يوفر لي
بقية الأهداف. نعم. اللي هم الجوع، الصحة الجيدة، تبدأ دكتورة وجدان تبدأ من البيئة وثم تنتهي في القضاء على بعض المشاكل الموجودة في الشرق الأوسط. دكتورة وجدان العقاب رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات وهذه الحديث عن البيئة فيما يتعلق في منطقة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. حياكم الله. من أجل بيئة مستدامة ونظيفة خالية من الانبعاثات الغازية المسببة للتلوث الجوي، ووضع الخطوط الأساسية للمشاريع البيئية لطاقة نظيفة والتي من شأنها العودة بالنفع على الإنسان والبيئة مع تقليل التلوث والانبعاث الغازي والانحباس الحراري. معهد الكويت للأبحاث العلمية من خلال تكريس جهوده في خدمة المشاريع الصديقة للبيئة سواء عن طريق الوقود البيئي أو محطة الشقاية للطاقة المتجددة وطاقة أيضا الرياح. مع التوجه العالمي إلى خلق كوكب أخضر صديق للبيئة، جاءت الضرورة إلى تكثيف المشاريع البيئية والتي حرص عليها معهد الكويت للأبحاث العلمية. تم تحديد المناطق المناسبة في الاستثمار في طبعا نظم الطاقة المتجددة والنظيفة، ونجح في هذا المجال. في طبعا ثمرة نجاحه تمثلت في مجمع الشقاية للطاقة المتجددة في مرحلتها الأولى، وطبعا كان أهمية الشقاية في مرحلتها الأولى هو نقل التكنولوجيا والمعرفة وبناء القدرات الوطنية المحلية، والحمد لله معهد الكويت للأبحاث العلمية نجح في هذا الشيء ونقل المعرفة هذه إلى المؤسسات المعنية في الاستثمار والبناء في المراحل القادمة في مجال الطاقة المتجددة. مجمع الشقاية للطاقة المتجددة وطاقة الرياح مع تقليل الانبعاثات الغازية الضارة للبيئة والتي من شأنها خلق فرص عمل مع عوائد اقتصادية ضخمة للاقتصاد الوطني. الأبحاث لم يقف فقط عن تكنولوجيا الطاقة المتجددة المتمثلة في على سبيل المثال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، طاقة الرياح إلى آخره، ولكن كذلك بحث في الوقود البديل المتمثل في الهيدروجين. طبعا الهيدروجين مثل ما معروف مادة ناقلة أو حاملة للطاقة، نظيفة كذلك، ليس فيها انبعاثات كربونية، ويسعى الآن معهد الكويت للأبحاث العلمية بتطوير قدراته في إنتاج الهيدروجين النظيف التي يأتي طبعاً باستخدام الطاقة المتجددة، أو كذلك حتى في استخدام الوقود الأحفوري الغير نظيف، ولكن يتم استخدام طاقة عفواً تكنولوجيا نظيفة في احتجاز الكربون، وبالتالي طبعاً يتم إنتاج الهيدروجين النظيف. من الأمور اللي كذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية لا يقتصر تركيزه فقط على الجانب العلمي التقني، ولكن لربما يلمس يعني الجانب الاقتصادي في هذا المجال، ونأمل من المؤسسات المعنية الاستثمار في هذا المجال. جهود حثيثة ومشاريع ضخمة يعمل على إنجازها معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال البيئة والمساحة الخضراء والوقود البيئي والعديد من المجالات. تحرص دولة الكويت في رؤيتها التنموية على العلم والتعلم. العلم والتعلم يعد من أبرز الأهداف المستقبلية من أجل جيل ينهض بالبلد ويواكب التطور العلمي بالمنطقة. من هذا المنطلق افتتح وزير التربية الدكتور علي المضف 5 مدارس جديدة في منطقة الوفرة السكنية في إطار توفير المرافق التعليمية في المنطقة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد.
منطقة الأحمدي التعميمية عملت على توفير واستكمال احتياجات هذه المدارس الجديدة في الوفرة السكنية واستيفاء كامل متطلبات العملية التعليمية. ضمن خطط وزارة التربية في السير وفق نظام تعليمي يواكب خطة البلاد التنموية والنهوض بالمسيرة التعليمية ونشر التعليم في كافة مناطق دولة الكويت وتسهيل وصول المواطنين للمدارس دون عناء ومشقة، افتتح وزير التربية الدكتور علي المضف 5 مدارس في منطقة الوفرة السكنية هي روضة الطموح ومدرسة نصر النقي الابتدائية للبنات ومدرسة الدكتور عبد الرحمن العوضي الابتدائية للبنين ومدرسة عبد العزيز الزامل المشتركة بنين ومدرسة موضي العيسى المشتركة بنات. شرفت اليوم بافتتاح 5 مدارس في منطقة الوفرة، وهذا صراحة بعجز كبير من إخواني وإخواتي داخل الوزارة وأيضا في المنطقة التعليمية منطقة الأحمدي التعليمية، والله الحمد يعني فتحنا هذه المدارس في وقت سريع وشفت أبنائي إن شاء الله أيضا بناتي داخل هذه المدارس وكانوا فرحين صراحة في مدارس قريبة من منازلهم، والله الحمد يعني يأتي هذا طبعا بعد انقطاع دام أكثر من 1.5 سنة على المدرسة، والله الحمد شفنا الفرحة في عيونهم وإن شاء الله نشوفها دوم. ومثل ما قلت في الكلمة اللي من ساعة كان أمامنا تحديات كبيرة هذا العام سواء في عقد اختبارات الورقية وفي العودة الآمنة، والله الحمد تحققت هذه التطلعات اللي كنا نسعى لها. وقال المضيف إن الوزارة واجهت تحديات كبيرة وتمكنت بفضل جهود كوادرها بتشغيل هذه المدارس التابعة لمنطقة الأحمد التعليمية والتي ستساهم في خدمة أهالي منطقة الوفرة والمناطق المحيطة والقريبة منها. وزارة التربية وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الحالي كانت قد حددت عدد 16 مدرسة سيتم افتتاحها وتسير الخطة وفق الجدول الزمني الموضوع لفتح المدارس حتى الآن. إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطني هي ركيزة تحت عنوان رأس مال إبداعي بشري، جعلتها الدولة إحدى أهم ركائزها 7 في خطتها التنموية. فمن خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل وتتصف بروح المبادرة والقيادة، أكد وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أهمية التوافق بين موائمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو تحقيق رؤية الكويت 2035. حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الاتصال الهاتفي العميد الأسبق لكلية العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذ دكتور فيصل الشريفي. دكتور مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. دكتور، هناك عدة اجتماعات يقومون فيها القائمون على هذه المسألة موائمة مخرجات التعليم وسوق العمل، ما أهمية هذه الاجتماعات وما ستعود به للنفع على سوق العمل وأيضا على خطة الكويت التنموية 2035؟ لا شك أن الحكومة هذه المرة جادة في إصلاح مسار التعليم وإصلاح كل ما يتعلق في التعليم الجامعي سواء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو جامعة الكويت أو أيضا سوق
العمل بموائمته مع المخرجات. الحاصل أن هذه اللجان تنظر بجدية أكثر لتوأمة المخرجات التعليم وتوجيهها بالشكل الصحيح للاحتياجات الآنية والمستقبلية ضمن برنامج عمل الحكومة من 2021 إلى 2025، وأيضا ضمن رؤية دولة الكويت 2035. نعم دكتور، حول هذا الموضوع التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، كيف تنظر إليه وأنت يعني عميد سابق لكلية العلوم الصحية؟ ما هي المجالات الأكثر التي تحتاج إليها الدولة في المستقبل؟ لا شك أن هناك تغير وتحول نوعي في احتياجات سوق العمل المستقبلية، لكن أيضا هناك حاجة حالية فرضتها ظروف إصلاح التركيبة السكانية لكثير من الوظائف، لا شك أنها في القطاع النفطي والقطاع الصحي وأيضا تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع المهمة التي لا غنى عن مؤسسات التعليم الجامعي في دولة الكويت من تبنيها ومن الحرص على إيجاد مخرجات نوعية لتلك الاحتياجات. أيضا سوق العمل الكويتي من الأسواق التي تتشبع سريعا، خصوصا إذا تكدست أعداد الخريجين في تخصص بذاته، ومن هذا المنظور أرى بأهمية إيجاد برامج مرنة تتبناها الكليات والأقسام العلمية، بحيث أن تستطيع الكليات وتلك الأقسام العلمية من فتح وإغلاق الأقسام بمرونة بالتعاون مع سوق العمل في قطاعيه الخاص والحكومي. وأيضا هذه النوعية من البرامج معمول فيها في الكثير من التخصصات وفي الكثير من المجالات، لا شك أن يعني نجاحات أغلب كليات الطب وكليات الطب المساعد وكليات التمريض على سبيل المثال والعاملة في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، تجد أن سوق العمل يسبق الكليات دائما في استخدامها للتكنولوجيا. لذلك توأمة التعليم مع سوق العمل ضرورية جدا في الفترة القادمة لضمان أولا جودة المخرجات وكفاءة الخريج، وأيضا تقليل أو تخفيض الكلفة المالية عند البدء في طرح أي تخصصات جديدة. نعم الأستاذ دكتور فيصل الشريفي، العميد الأسبق لكلية العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب أن نرى موائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا. شكرا. ونبقى في نفس الركيزة، حيث أقيم مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتفعيل الاحتراف الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الأمة. ناقش هذا الاجتماع محورين يتعلقان في تطوير الاتحادات والأندية الرياضية وتفعيل الاحتراف في الكويت. وصل مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف الذي يستضيفه مجلس الأمة فعالياته لليوم الثاني بحضور عدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية وعدد من الإعلاميين والرياضيين. وممتازة، ونتمنى أن يعني تكون نتائجها مرجوة وأن يتم العمل فيها. إحنا كمجلس إدارة النادي العربي يعني حطينا مثل ما يقولون الحل لبعض المشاكل البسيطة ومنها المنشآت وخاصة في كرة القدم. النقطة الثانية اللي تكلمنا فيها اللاعب المحترف الكويتي، خلاص يجب أن يعني نطبق الاحتراف للاعب المحترف الكويتي. زين شلون نطبقه؟ احنا الحل عطيناه ان يتم تعيين اللاعبين الكويتيين في الهيئه العامه للرياضه. بالاخير هذا راح يتوظف فيعمل في الهيئه العامه للرياضه الى التقاعد براتب لا يقل ما بين 3000 دينار الى 6000 دينار، و
يستمر في هالشيء إلى التقاعد ونستغله بعد التقاعد في المجال الفني في المجال الإداري. وشدد المشاركون على ضرورة الإصلاح الرياضي في الدولة، مؤكدين أهمية تطبيق الاحتراف الكلي والمضي قدما نحو التطوير الشامل للرياضة الكويتية لتعود إلى دورها الريادي. وطلب الرياضيون في حل المشاكل الرياضية الكويتية التي تتلخص في 4 مواضيع تتعلق بالمنشآت الرياضية ونظام الاحتراف ورعاية الموهوبين واستقلالية الاتحادات والأندية. وأشار المشاركون إلى وجود استراتيجيات في الكويت، لكن المشكلة في بطء التطبيق والذي يمتد إلى سنوات، بالإضافة إلى تسريع تطبيق هذه القوانين والاستراتيجيات. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بانوراما تنموية، بعد أن استعرضنا معكم أهم وأبرز الأحداث التي تتعلق بالتنمية خلال هذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.